بسم الله، في موقع كويس جدا اسمه worldcat.org، ده بتدور فيه على بحث على أي حاجة أنت عايزها. أقول له مثلا فبقول له مثلا عايز البحث دوت. طيب لو كتاب حلو وجميل وعايزه يبقى كمرجع في البحث بتاعي، فبقول له حمله لي سايت اكسبورت. بيقول عايز يبقى انا شكل الشكل دوت ولا ده ولا ده، فبقول له طب حمله لي في كذا تقدر تحمل بيه. هقول له حمله لي ك اند نوت، بيتحمل فبدوس عليه مرتين فبيفتح لي في الاند نوت. تقدر بعد كده تاخده معاك في ملف الوورد او اي مكان انت عايزه، وانت شغال محتاج المرجع ده يتكتب فيبقى موجود معاك. هو حتى كان بيسطب مع مع الوورد، فتقدر في اي وقت تقول له نزل لي المرجع ده في المكان الفلاني ينزل معاك.